بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على هجرة أهالي الفحيص القصرية إلى القدس عام 1918، وذلك هرباً من بطش العثمانيين، انتقاماً من وقوف أهالي الفحيص والسلط إلى جانب الثورة العربية الكبرى بقيادة المغفور له الشريف الحسين بن علي، انطلقت مسيرة شعبية صامتة داخل المدينة، انتهت عند الطريق التي سار عليها أهالي الفحيص المهجرين قبل 100 عام متوجهين غرباً نحو القدس والأراضي المقدسة. وألقى رئيس بلدية الفحيص المهندس جمال حتر خلال الوقفة كلمة أكد فيها التزام واعتزاز أهالي الفحيص بتاريخ ونهج مدينتهم الوطني الذي تكرس عبر سنين طويلة من العمل والتضحيات والمواطنة الأصيلة الصادقة. الحدث هذا شكل أهمية كبيرة بالنسبة لأهل الفحيص، لأنه بكل بساطة كان في خوف على وجود المجتمع ووجود المدينة، ولربما لو ما كان قرار أهالي الفحيص بالمغادرة والهجرة إلى فلسطين في هذاك الوقت كان ممكن أن يكون تاريخ المدينة وتاريخ المدينة اليوم اللي إحنا بنعيشه قد يكون مختلف جدا. فإحنا بهالمناسبة بنستذكر أرواح أجدادنا وبنترحم عليهم، لأنهم عاشوا فترة عصيبة في حياتهم، وكان في كثير من الأحيان لقراراتهم أهمية كبيرة بأنه يحافظوا على المدينة وعلى المجتمع، وأنه يبقوا الحالة اللي إحنا عايشين فيها اليوم بحرية وباستقرار ووئام في بلدنا الأردن. وأعلنت اللجنة التنسيقية للمسيرة أن إحياء هذه الذكرى من خلال المشاركة بالمسيرة تمثل تعبيراً عن ارتباط الشعب الأردني بتاريخه وبجذوره، وأحياءً لذكرى الأجداد الذين ضحوا من أجل ديمومة الفحيص ومجتمعها. فزعة العدوان فزعة للحق، وعتراب الفحيص خيولها تحميها، وراحت اليوم خوة الدم لو حين نسينا الزمن ما نسيها. صقيرية من صقر وعبية نعبيها، قومي يا بنية وزغر ديها، عالفحيص لدي وزغر ديها، قصة من التاريخ ويشهد بيها خي العدوان كل يوم يحكيها، وقصة من التاريخ ويشهد بيها خي العدوان كل يوم يحكيها. شكرا.